هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء، مدرسة الفقه التي كم أخرجت من نجبا، بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا، ويجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء العلمي الذي بدأ بالأمس في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن العظيم لمؤلفه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب القيم، ومثل ما ذكرنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الكتاب أن يجمع قواعد تعين المفسر على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره وتوضيحه، وهذه القواعد هي أصول ينطلق منها المفسر حيث يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهي قواعد متعددة ذكر المؤلف في كتابه 71 قاعدة. وقفنا عند القاعدة 20، وهي تتعلق ببيان أن القرآن الكريم محكم ومتشابه، وهذا الإحكام والتشابه من حيث العموم ومن حيث الخصوص، ومعنى ذلك أن القرآن الكريم فيه آيات محكمة، يعني واضحة الدلالة لا تحتاج إلى بيان، من يقرأها يفهمها مباشرة، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه ما في أحد مسلم يجهل هذا المعنى، هذا يسمى محكم. محكم يعني محكم البيان، يعني واضح الدلالة. هناك ما يسمى بالمتشابه. المتشابه هو الذي يغمض على كثير من الناس، وهذا التشابه أيضا أنواع وأشكال ودرجات، ليس على درجة واحدة، بل ألفت فيه مؤلفات في المتشابه، في متشابه القرآن. أحيانا يكون التشابه من حيث اللفظ، اللفظ فيه غرابة ما تعرف معناه، مثل إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى لكنود؟ ومثل قول تعالى: فأقبلوا إليه يزفون، وهكذا كلمات أحيانا تأتي، ومن يعني في قول تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ما معنى مراغما؟ هذه عبارات أحيانا يكون التشابه من حيث يعني اختلاف اللفظين، من حيث يعني أحيانا مثل ما مر معنى تضاد اللفظين، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فهذه تسمى بالمتشابه. الباب باب المتشابه باب واسع، المقصود منه أن الآيات فيه متشابه وفيه محكم. لو سألك سائل قال لك: أيهما أكثر، المحكم ولا المتشابه؟ تقول: القرآن كله محكم إلا آيات معدودة، آيات معدودة وقف عندها المفسرون وبينوها وأوضحوها فزال التشابه. وإذا جاءك المتشابه أو رأيت المتشابه فرده إلى المحكم يزول التشابه، يزول التشابه. طيب، نقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله تعالى لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة، منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب. وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد، وهو توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها، إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخر، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد في القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، وأحالهم إلى ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. هذه القاعدة التفسيرية، هو يقصد الشيخ بذلك أنك إذا جئت إلى آيات، أحيانا تكون هذا يعني آيات فيها تشابه وآيات فيها محكم، هو ذكر لك قال لك أن القرآن الكريم كله متشابه، وهذا المعنى معنى عام،
يعني متشابه من حيث العموم أنه يشبه بعضه بعضا في القوة، في الرصانة، في الترتيب، في التنسيق، في الدلالات، هذا كله متشابه من حيث هذا المعنى. وكله محكم أي متقن الدلالة، متقن يعني لا تجد فيه خللا، هذا من حيث العموم، هذا لابد أن يفهم في جميع القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه محكم، كله كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه متشابه، قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص، من حيث المعنى الخاص، نجد أن القرآن فيه مثل ما مر معنا فيه محكم وفيه متشابه. إذا الآن القاعدة تأتيك، قاعدة تفسيرية تأتيك، إذا وجدت آيات متشابهة فماذا تصنع منها؟ المحكم واضح لا نناقش فيه، المحكم واضح الدلالة ولا أحد يقف عنده، الذي يقف عنده ويلتبس عليه هو المتشابه. ماذا تصنع إذا وجدت المتشابه؟ هنا تأتي القاعدة، إذا وجدت الآيات المتشابهة فاحملها على المحكم، ردها إلى المحكم ويزيل التشابه، هذا هو قصده، ردها إلى المحكم فيزول المتشابه. كيف نردها إلى المحكم؟ هو ذكر لك أمثلة، هنا ذكر لك أمثلة في ما تشابه وأما المحكم فلم يذكر له، لأنه واضح التشابه، ذكر لك أمثلة، يقول لك عندنا بالنسبة لما يتعلق بأفعال العباد وأفعال الله انقسمت الطوائف إلى أقسام، فمنهم ما يسمى بطائفة الجبرية، وطائفة الجبرية تقول إن الإنسان مجبر على فعل الشيء ليس له أي إرادة، يعني العاصي إذا عصى لأن الله قدر عليه المعصية فليس له خيار، والطائع إذا طاع لأن الله قدر عليه الطاعة فليس له اختيار أن يعصي، هذا مذهب الجبرية وهو مذهب خاطئ بلا شك. ويقابل الجبرية كما ذكر هنا القدرية، القدرية يقولون الإنسان هو الذي يوجد فعله، ليس لله دخل في ذلك، الله لا يقدر أي شيء، الذي يقدره الإنسان. وكلا الطائفتين أخطأوا، ولم يعني والصحيح هو ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو الوسط، لا جبرية ولا قدرية. ما معنى هذا؟ وسط، أن الله له مشيئة عامة والإنسان له مشيئة، وكما أن الإنسان له مشيئة فإن الله له مشيئة، والإنسان له قدرة والله له قدرة، وهذا يدل عليه القرآن الكريم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله أثبت للإنسان مشيئة وأثبت لنفسه مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال في موضع آخر إنا هديناه السبيل، يعني الذي هداه من هو الله، يعني دله السبيل، دله الطريق، إما شاكرا إذن عنده قدرة وعنده إرادة، وإما كفور، وهكذا. فهذا معنى القاعدة، قاعدة المحكم والمتشابه، أن ينبغي لمن يقرأ القرآن أو يفسر الآيات القرآنية إذا مرت عليه الآيات المتشابهة فإنه يردها إلى المحكم فيزول التشابه، هذا معنى القاعدة. ننتقل القاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 21، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال
ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارف الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. هذه القاعدة تتعلق بأن الله سبحانه وتعالى ربط كثيرا من الأحكام بالعادات والأعراف، يعني مرجع كثير من أحكام القرآن إذا تأملتها وجدت الله سبحانه وتعالى ربطها بأي شيء، قال: مما يتعلق في الزمان أو يتعلق بالأحوال والأشخاص أو في الأحكام ترجع إلى العرف والعادات، مرجعها إلى العرف والعادات. يعني ما هو العرف؟ هو المعروف. ما معنى المعروف؟ هو ما عرفه أو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعادة. فإذا يعني أيد هذا الشيء الشرع بأنه سماه معروفا، أو يعني العقل اجتمع الناس العقلاء على أن هذا معروف فيسمى معروفا، أو اعتاد الناس كلهم المجتمع على أن هذا الشيء معروف. هذا الإسلام والشرع والقرآن ربط بعض الأحكام بهذا المعروف. هذا أمر واضح، يعني مرجعه إلى المعروف. مثلا الملابس، الأكل، الشرب، المسكن، النوم، كل هذه مرجعها إلى العرف. ما حددها الإسلام بشيء معين: لا تلبس إلا كذا، لا تأكل إلا كذا. قال لك: كل الحلال واترك الحرام. ما هو الحلال؟ مرجعه إلى العرف، ما اتفق الناس عليه، ما تعرف الناس على أن هذا حلال نافع طيب، فهذا يدخل في المباح. وهكذا حتى في العلاقات والأحوال الشخصية والعلاقات بين الزوجين مرجعها إلى العرف. فكيف يعاشر الزوج امرأته؟ أين يسكنها؟ أسكنوهن من حيث سكنتم. العرف يرجع إلى العرف، والناس طبقات والأعراف تختلف، ومن مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، وهو هكذا. تجد البلد الذي يكون في أقصى الشرق يختلف عن البلد الذي يكون في أقصى الغرب، وهكذا مرجعه إلى ما يسمى بالعادات والأعراف.
وفي الأكل في الشرب، حتى الإحسان مثل ما ذكر الشيخ هنا قال الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، العلاقات الزوجية، العلاقات الأسرية ونحو ذلك، هذه كلها مرجعها إلى العرف. يعني عندنا آيات كثيرة ربطها الله سبحانه وتعالى بالأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن، أي النساء، ولهن مثل الذي عليهن بأي شيء بالمعروف، يعني للزوجة حق بالمعروف. وقال أيضا في موضع آخر قال، وفي قوله تعالى سبحانه وتعالى قال: ومتعوهن، قال بالمعروف. أشياء كثيرة ربطها، يعني لو بحثت في كلمة المعروف في القرآن لوجدت أن كثيرة من الأحكام ربطت بالمعروف. هذه قاعدة تفسيرية، أنه إذا تنازع الزوجان أو شخص حتى في المبايعات مرجعها إلى العرف، والقضاة يحكمون بما تعارف الناس عليه، لأن القرآن أحالهم إلى المعروف، أحالهم إلى العرف، هذا معنى إلى العادات التي يتحاكمون بها، هذا معنى هذه القاعدة. فعلى المفسر أن يفهم معنى المعروف ويربط الأحكام عندما يفسرها بالمعروف الذي يرجع إلى العادات والتقاليد التي ارتضاها أولا الشرع وارتضتها العادات والعقول السليمة والعادات السليمة. ليس كل عرف يقبل، قد يجتمع أناس أو تجتمع بلدة على عرف سيء، على خلق سيء ما نعترف به ولو تعودوا عليه، مثل أن يتعودوا على كشف الحجاب أو على لبس القصير أو على شرب الدخان. اجتمعت قرية كلها على شرب الدخان، ما نقرهم عليه، نقول هذا حلال. ليش؟ لأن العرف مرجعه الشرع والعقل السليم والعادة المقبولة السليمة. أما إذا وقعوا في محرمات، يقعون في الزنا، يقعون في شرب خمر، يقعون في لواط، يقعون في محرمات، هذا لأنه مخالف لشرع الله ومخالف للعقول السليمة والعادات السليمة. فنقول متى يقبل الشرع، متى يقبل العرف؟ يقبل إذا وافق الشرع، إذا وافق العادات السليمة والعقول السليمة، أما إذا خالفها فلا اعتبار لهذا العرف. هذه هي القاعدة، القاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها، ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا،
ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه، كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، ومنطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون، لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف بفرد من مليات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم على قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربى بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده، كبستان في أحسن المواضيع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز للمشمس وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها،
فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاء ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمل الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة. فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل، وحسن الموقع فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا، ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص بل هو قاس كالحجر. فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذاب عنه نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة متحيرا. فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني هو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وساداتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها،
فلهوا بها عما خلقوا له، فأصبحت عنهم زائلة، وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت، كهذا الربيع إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما، وبعد الحياة يبسا، وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. هذه القاعدة التي ذكر الشيخ رحمه الله وأطال فيها هي قاعدة تتعلق بالأمثال في القرآن الكريم، والقرآن مليء بالأمثال التي ساقها الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة. الشيخ رحمه الله يريد أن يصل إلى أن على المفسر أن ينطلق من قاعدة في الأمثال، وهي أن قاعدة الأمثال ينبغي للمفسر أن يراعي في كل مثل من هذه الأمثال أن له مقصد، أن له مقصدا أراده القرآن، ولكل مثل من هذه الأمثال هدف لا بد أن يبينه، لا بد على وعلى المفسر أن يبين هذا المثل ويوضحه. ولذلك الشيخ رحمه الله لما تكلم عن هذه الأمثال وبين مقاصدها ساق لك عددا من الأمثال الواردة في القرآن الكريم، المثل مثل المشرك، ومثل المؤمن، ومثل المنفق في سبيل الله، ومثل المنافق، أمثلة كثيرة. والله سبحانه وتعالى قال في الأمثال إجمالا، قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمقصد والعبرة والغاية من ضرب الأمثال في القرآن الكريم هو التفكر في هذه الأمثال لعلهم يتفكرون. وفي آية أخرى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم هو الذي يقف ويعقل هذه الأمثال. ما هو المثل؟ ما المقصود بالأمثال؟ لما يقال لك هذا مثل هو تقريب الأشياء المعنوية بصور محسوسة، يقرب لك الشيء المعنوي بصور محسوسة. مثل الدنيا، الدنيا شيء معنوي لا يرى ولا يصور لك الحياة الدنيا، حياة الإنسان التي يعيشها بماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم بعد ذلك أصبح هشيما تذروه الرياح، فيقول هذه الحياة الدنيا. وهكذا يضرب الله الأمثال الكثيرة في القرآن يقصد منها غاية وهدفا ومقصدا واضحا. هذا هو المقصود بهذه القاعدة. إذن على المفسر إذا مر بمثل من هذه الأمثال، وكذلك القارئ والمتأمل لكتاب الله إذا مر بمثل من هذه الأمثال يقف عنده ويتأمل، لأن الله لم يسق هذا المثل إلا لغاية وهدف وتفكر. أنت تقرأ في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كيف يشبه الله اليهود وعلماء اليهود علماءهم حملوا التوراة وأحبار اليهود يشبههم بالحمير؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ لماذا؟ تأمل. الله عز وجل يريد منك أن تتأمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا العلم ولم يعملوا به وكتموه وأنكروه، فهم كالحمار الذي يحمل الكتب فوق ظهره ولا يدري ماذا يحمل. فهذا مقصود. فأمثلة القرآن كثيرة، كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كثير من الأمثال جمعها ابن القيم في كتاب سماه أمثال القرآن الكريم، ترجع إليه تشوف كثرة الأمثال التي أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يا أيها الناس، ينادي الله الناس جميعا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، استمع وتأمل وتفكر. هذا هو المقصد من سياق هذه القاعدة. إذن ينبغي على المفسر، على المستمع، على القارئ إذا مر بهذه الأمثال التي يسوقها الله سبحانه وتعالى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ينبغي لك أن تقف عند هذه الأمثال وتعرف المقصد والغاية والهدف، أنها للعظة، للعبرة، للتفكر. هذا هو المقصد. ننتقل القاعدة التي تليها. القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها.
وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بالإرشاد، الإرشاد أن يدلك الله، الإرشاد هو الدلالة، أن يدلك الله على ما ينفعك ويأمرك بما فيه مصلحتك، فأوامر الله وإرشاداته وتوجيهاته على نوعين، هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ. يقول لك القرآن الكريم إذا نظرت في أوامره وإرشاداته وتوجيهاته تجدها تنقسم قسمين، قسم صريح معنى أن الله يأمر بهذا الشيء، يأمر بحسن الخلق، يأمر بالطاعة، يأمر بالإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الضعفاء، يأمر بالصلاة، بالزكاة، يأمر بما فيه محاسن وأخلاق وما فيه مصالح العباد، كالأمر بالحج والأمر بالزكاة والأمر بالصلاة والأمر بسائر الطاعات، هذا كله إرشادات من الله فيه مصالح للعباد تعود إلى العباد، فالصلاة مصلحة لك
الزكاة مصلحة لك ولإخوانك المسلمين، والصوم فيه مصلحة لك، وسائر العبادات لم يشرعها الله عبثا، وإنما شرعها لما فيه مصلحة العباد ينتفعون بها وتصلح بها عقولهم وأجسادهم وأعمالهم، هذا واضح. يقول أيضا هناك إرشادات قد تفوت عند عن عن على بعض الناس قد لا يدركها، وهي ما بثه الله في الكون. الذي بثه الله في الكون فيه إرشادات لك، أنت تتأمل في الشمس، تتأمل في القمر، تتأمل في النجوم، تتأمل في السماوات، تتأمل في الأرض، تتأمل في الجبال، تتأمل في مخلوقات الله، في الدواب، في الحشرات، تتأمل فيما تحت الأرض من كنوز، هذه ينبغي لك أن الله يرشدك إليها، أن تتأمل فيها. فعلى المفسر، حتى نربط القاعدة بالتفسير، على المفسر أن يراعي إرشادات القرآن الصريحة الأوامر والنواهي، وغير الصريحة التي ينبغي أن يقف عندها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ما معنى آيات؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقته عبثا، ما ها؟ كل هذه إرشادات. يعني أنت ينبغي للمفسر إذا مر بالإرشادات الصريحة أن يقف عندها ويبين الحكمة منها. لماذا أمرنا الله بالصوم؟ لعلكم تتقون. لماذا أمر بالزكاة؟ أمر بالصلاة؟ أمر بكذا؟ كل هذه فيها حكم وفيها أسرار وفيها إرشادات. وكذلك الأمور الأخرى التي هي خلقها الله وبثها، ينبغي للمسلم أن يقف ويتأمل، سواء قرأها في كتاب الله كالجبال والأشجار والأنهار والسماوات والأرض والشمس والنجوم والقمر. هذه إذا قرأ مر عليه الإنسان في القرآن الكريم يجب عليه أن يقف عنده ويتأملها، فيها إرشادات لك، فيها منافع. وإذا رأيتها أمامك في الواقع، ورأيت الجبال أمامك، ورأيت الصحراء أمامك والأشجار، ينبغي أن تكون هذه إرشادات لك تنتفع بها. فهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله، قال: إرشادات القرآن على نوعين: إرشادات صريحة في الأمر والنهي ونحوه، وإرشادات يستخرجها تستخرج في بعد التأمل والتفكر في هذه الأشياء، في أشياء نافعة تجدها منطوية تحت هذه الأشياء، المخلوقات العظيمة التي خلقها الله وبثها، بث فيها من كل دابة. ينبغي الإنسان أن يقف يتأمل، فإنها لم تخلق عبثا، لم تخلق عبثا، وإنما يجب على المفسر الذي يمر على الآيات الكونية والمخلوقات، يجب أن يقف عندها ويتأملها. هذا هو المقصد من هذه القاعدة. ننتقل للقاعدة التي تليها. نعم، الأمثال تدخل في الإرشادات، لأنها الأمثال فيها مصالح ومنافع تدخل. إيه، والشيخ رحمه الله أحيانا يأتيك بعبارات عامة يدخل فيها كل الأشياء هذه كلها. القصص القرآني يدخل في الإرشادات، لأن الله قص علينا القصة القرآنية لنتفقه ونتفكر ونتأمل. والأمثال هكذا وهكذا في كثير من الأشياء. نعم. بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء.